اشنا هي السيله ديسكريما بالين طواك؟ السيله ديسكريما بالين طواك اللي التخصص ديالها هو القتال بالعصا او الرموز. فهاد الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش غادي نستعملوا العصا وشنا هي الضربات اللي تريزيفيكاس اللي تقدر تساعدنا وتنقذ الحياه ديالنا. اولا خصنا نعرفوا كيفاش نشدوا العصا على طريقه السيله ديسكريما بالين طواك. طريقه سهله وبسيطه جدا، كنشدوا اليد بحال هكا، كنشدوا العصا من التحت بحال هكا، وكنشد باليد الاخرى باش نخليو هاد لابارتي هادي كنخدمو بها. غادي يجيو دي فيديو غادي نوريكم علاش كنخليو هاد بالضبط وكيفاش كنخدمو بها. كناخذ لا بوزيسيون ديال لا بوكس، لا بوزيسيون ديال لا بوكس كنخدمو به في لي 5 ديسيبلين ديالنا: سيلا ديفونس، سيلا ديسكريما، سيلا فول كونتاكت، سيلا بوكسينغ، وسيلا فري فايت. كامل كنخدمو الطريقه ديال ليزيكيف ديال لا بوكس، لا ديبلاسمون والضربي الى روتاسيون. كناخذوا العصا بهذا الشكل هذا وكنستهدفوا 12 ضربه على مستوى الجسم ديال الانسان. 12 نقطه حساسه كنستهدفوها بالعصا. الى جا ضربه واحده من هاد الضربه في النقطه من هاد النقط اللي غنشرح لكم دابا، كتخلي الانسان انه ما يكملش معاك الكومبا، وكتخليها انك تعتق حياتك وتعتق راسك الى كان شي تعدو عليك من طرف شي اغريسور ولا شي حاجه. اذا هنا كنخدمو الاولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اما نيشان اما هكا. هادو هما 12 ضربه اللي كنخدموها. غادي نشرحها لكم دابا. الضربه الاولى ملي كنخدمو هنا كتجي على مستوى الراس هنا، الثانيه 2 على مستوى الجهه الاخرى، 3 على مستوى المرفق، 4 على مستوى المرفق الجهه الاخرى، 5 هنا. شنو كنعدينو هذه؟ هذه سميتها بيكي، ما عرفتش شنو سميتها بالعربيه، حنا تعلمناها بيكي، ما عرفتش شنو بالعربيه. الا كنتو عرفتوها كتبوها لي في الكومونتير باش تكون عندي هذه المعلومه. هذه بيكي هنا مع لا غوطاسيون. هاد بيكي هادي كنستهدفو بها هاد لي كوت. لي كوت ما كاينش اللي كيحميهم، ما كايناش عضله كتحمي هنايا ياك، وما كاينش لانفورسمون ديالهم باش نكونوا مفاهمين. الا جات شي ضربه من شي جسم صلب، سواء كانت يديك ولا عظم ولا اي حاجه كيف ما كانت، وما كانش محمي، حيت الطريقه باش تحميها هو اللي تقدر تهرسك الا كانت ضربه قويه بزاف، تقدر تهرس لك لي كوت ديالك. اذا هنا خدموا هنا 1 2 كذلك هاد هنايا هاد البلاصه، هاد الجنب اليمني والجنب اليسري خدموا هنا 1. انتبهوا مزيان راه ديما لا غوطاسيون معايا 1 2. هادي بيكي على مستوى العنق هنا بوم، هنا بوم، والاخرى في الجهه الاخرى على مستوى العنق هنا. اوكي كنزلوا على مستوى الرجلين في الجنب هنا في هاد البلاصه هادي، كنخدم كنهبط شويه 1 1، كنضرب هنا والجهه الاخرى كذلك في هاد البلاصه هادي، عاد كنطلع عاوتاني العنق، عاد كنضرب اما ديريكت اما مباشره. يعني ملي كنخدم هنا 1 2، انتبهوا مزيان لا غوطاسيون، 3 4 5 6 7 8 9 10 11. داكوغ هنا اوكي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ولا ديريكت. اذا كان هذا شرح توضيحي، ما بغيناش نطول لكم في الفيديو، بغيت نوريكم غير النقاط اللي كنستهدفوهم. الا شديتوا هاد النقاط هادو في لي فيديو اللي جايين اللي كنخدموا، ملي غادي تشوفوا لي تكنيك بسرعه وغتشوفوا لي تكنيك كنخدموهم مع التلاميذ ديالنا،
وغادي نخدموا برشا على البلاصه كيفاش كنخدموها عصا ضد العصا، غادي تولوا تفهموا يعني اشنو كندير. داكشي علاش كنعطيكم لي باز دابا باش تفهموها، باش لي فيديو اللي جايين اللي تشوفوهم غتعرفوني اشنو كندير اوتوماتيكمون. كنتمنى انه يعجبكم الفيديو، تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعموا الفائده، وباش كلشي تكون عنده لا موتيفاسيون باش يتعلموا ويدافعوا على راسهم، وعامه انهم يمارسوا الرياضه لانها كتكون كتكبري لك الحياه ديالك وكتخليك تمشي في المسار اللي هو مزيان وايجابي وكتعلمك بنظام والانضباط في حياتك. نتمنى تكونوا، نشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.